من دواعي سروري الإعلان عن انطلاق مبادرة العودة إلى المدارس لتكون نقطة انطلاق لجهود تعاون مستقبلي بين مؤسسة دي بي وورد الخيرية، الذراع الخيري لدي بي وورد العالمية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وخلال السنوات المقبلة سيتوسع هذا التعاون ليشمل الركائز الأساسية التي تركز عليها مؤسسة دي بي وورد الخيرية، وهي الصحة والتعليم والغذاء، بهدف تلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. صباح الخير جميعا. النهاردة يوم مميز للدبلوماسية الإنسانية. النهاردة يوم مميز بتشرق فيه شمس الأقصر على معاني الرحمة ومعاني الكرم في عالم مليء بالتحديات، مليء بالضغوط، ومليء أيضا بالصعوبات. النهاردة أيضا يوم تاريخي للشراكة الحقيقية الصادقة بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبين هذه المؤسسة العريقة اللي بنفخر سعادة ناصر عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة دي بي وورد الخيرية والمدير التنفيذي لها. احنا بنتشرف بوجود حضرتك معانا النهاردة وبهذا البروتوكول اللي بيبعث الأمل، وزي ما قلت شعاع من الرحمة والكرم في يوم مميز للدبلوماسية الإنسانية. الحقيقة انه اجتمعت الرؤى ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة دي بي وورد، واجتمعت أيضا النوايا الصادقة من أجل تعزيز المسؤولية المجتمعية في دعم الأسر الأكثر احتياجا، وإن احنا نقرر إن احنا نشتغل مع بعض. والآن يسلم سعادة ناصر عبد الله السيدة السفيرة نبيلة مكرم الدرع التذكاري للمؤسسة، فليتفضل. وليتفضل سعادة ناصر عبد الله بتسليم درع تذكاري للسيد مهندس عبد المطلب ممدوح محافظ الأقصر، يتسلمه نيابة عنه دكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، فليتفضل مشكورا.